وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا. إذن يجوز الواحد يقول عن نفسه أنا؟ في بعض الناس ما يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا على طول، أي أنا؟ لا، هذه أنا اللي تعوذ بالله منها، اللي هي أنا تبعت إبليس اللي قال أنا خير منه. لما بدك تقول أنا، مش عارفني أنا ابن مين وتشوف حالك إيش كبير يعني، هذا اللي يقول أعوذ بالله منها هذه. أما تقول أنا فلان، أنا مصري، أنا أردني، أنا فلسطيني، أنا عراقي، أنا من المهاجرين، أنا من الأنصار، أنا وظيفتك، ما فيش مشكلة خالص. أما في بعض الناس وأعوذ بالله من كلمة أنا، يا سيدي يا ريتك بتخاف من الغيبة والنميمة زي ما بتخاف من كلمة أنا هذه. هاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. إيش هي دعوة أبي إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي: أنا دعوة أبي إبراهيم. إيش دعوة سيدنا إبراهيم اللي دعاها في القرآن؟ إن الله يبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يا ولد عليك يا فعولي، دعسان 50 ليرة بيستغل فعول اليوم، مش 100، 50.